بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب. إذا كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم، هاوليك عندي قطعة تاع سكاي، راح نديرو خياطة لشيء من سكاي. راح نخدمو بوشيت ولا هكا حقيبة صغيرة هكذا، فاش نديرو الهاتف تاعنا، باش نديرو الهاتف تاعنا. إذا هذا الهاتف صغير وراهو عاطل، يعني هكذا مديت لكم فقط مثال. انا الهاتف تاعي نتوما تحكموا التليفون تاعكم وتقيسوا عليه. انا هذه راح نخدمها للهاتف تاعي اللي راني نصور به، هو يفوت هذا بشويه هكذا، وصل هكذا، يعني ماهوش فريمون كبير بزاف. خليت هكذا مسافه يعني واحد لواحد ونص سنتيمتر منها تاع الخياطه تاع كامل، باش لما نخيطها كامل راح يجي يعني قيس في هذه البوشيت. اذا كمثال هذا فقط، هذا ما يخدمش، هكذا درته فقط كمثال. يعني هذه القطعه تاعي درتها عشوائيا، خرجت لي 20 سنتيمتر على 20 مربعه كما راكم تشوفوا هنا، راني ثانيتها. وعندي هذه القطعه ايضا عشوائيه، منين راح نديروا اليد تاعنا تاع البوشيت عشوائيه، يعني ماهيش هنا عندي 14، حوالي واحد 17 ولا 18 سنتيمتر، على هنايا 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر ونص هكذا، يعني لكم الاختيار. هذه راح نديروها من بعد اليد تاع البوشيت تاعنا. هذا واش عندنا، وعندنا ايضا هنا لا فيرميتور هذه تاع هاي انفيزيبل، كنت شريت منهم شحال من وحده. هاي لك هذه الصغيره كامل تاع 1500 تاع 15 دينار، يعني 15 دينار جزائري صغيره كامل، طولها حوالي 25 سنتيمتر هكذاك. هذه هي انا اللي لقيتها صغيره كامل، ما كاش صغر منها هذه. وايضا عندنا هنا البوشيت تاعنا نخدموها كما خدمنا البورتموني تاعي هذاك تاع اللي شفتو، يعني خدمنا مع بعضنا على الطريقه التركيه بنفس هذا الماغون ومع الدونتيل. نحن نخدمو البوشيت تاعنا ايضا بهذا، باش تخرج لنا هكذا يخرجوا متناسقين بورتموني تاعنا مع البوشيت تاع التليفون، يعني هكذا حاجه هكذا، ماشي كل حاجه من اللون، ديرهم مع بعضهم هكذا في زوج كيف كيف. الا هذه القطعه تاعي نحطها، وريحة نقيس هنا الدونتيل، ريحة ندير طبعا من هذا الجانب وهذا الجانب كما شفتو في البورتموني. اللي ما شفتش البورتموني حترجع راح نخلي لها الرابط تاع الفيديو. اذا راح نقصص هنا قطعتين وريحة نرجع لكم. اذا عندي هم ديك القطعتين تاعنا، شوفوا دائما القفاء تاع الدونتيل نديروه على الوجه تاع السكاي من الجهه طبعا هنا، وراح نديرو فيرميتور تاعنا ولا السحاب ولا السلسله تاعنا من هذه الجهه ومن هذه الجهه هكذا. ندير هذه ون هذه نركبهم طبعا بلي زيبانغل هكذا قبل، باش خدمتنا هكذا ما تحركناش، يعني دائما لي زيبانغل يكونوا معانا، يكونوا مرافقيننا كي نكونوا نخيطوا ولا نديروا في الاشغال تاعنا. وننصحكم باش تخدموا هذا النوع من هنا كما راكم تشوفوا، هذا اللي كنت خدمته، يعني اللي ما شفتوش ترجع للقناه ولا حط لكم اذا الرابط اللي حبيتو. هذا صراحه والله يعني منها حاجه نسحقوها، منها كنا عدنا اعاده تدوير للسي دي هاي ليك للاقراص، كنا درنا اعاده تدوير خرجت شابه، وايضا راني نستعمل فيه في كل مره. القطعة تاعنا جاهزة، يعني صراحة هكذا حاجة سهلة وبسيطة، تقدروا نتوما تبدعوا كيما حبيتوا. رايح نخيط كيما البورتموني الماري فاتح، خيط هكذا ونخيط هاك ونخيط هاك ونخيط هاك، ونرجعوا نشوفوا واش نديروا. هنايا خيط الدونتير تاعي من هذا الجهة ومن هذا الجهة، وزدت أيضا في طريقي خيط هذيك القطعة اللي قلت لكم راح نديروها اليد، درتها كيما درت البورتموني نفس الشيء هكذا، طويت كما راكم تشوفوا هنا السكاي هاي ليك طاي الوجه تاعو، ودرت عليه الوجه يعني هكذا الدونتيل، الوجه يجينا للفوق. ما تحبوا تطولوها، تحبوا لكم الاختيار طبعا، ريحه تجينا. ومن بعد نديروها بهذا الشكل كما درنا البورتموني سواسوا باش يجوا متناسقين. اذا عندي هنا دوكا نروحوا الخطوه الجايه نورمالمون على بالكم بها، اللي هي لا فيرميتور. ريحه نحكم هاي ليك هنا، هذه عندي انفيزيبل هاي ليك، هذه انفيزيبل. اذا هذا هو الوجه تاعها، اذا الوجه دائما نقابلوه للوجه، الوجه مقابل للوجه تاعنا تاع القماش ولا سكاي، ورايحين نحكمو. اذا هنايا وين راهي تبان، هذه جايه لتحت، هذا هو القفة تاعها، وجهها هاي ليك ما تبانش. رايحه نحكم هكذا، حاجه سهله وبسيطه، تقدروا ديروهم كمشاريع جد ومربحه هذو لي بوشيت مع يعني بوشيت، ديروها مع بارتموني تاعها والله يمشوا لكم يعني 100%. اذا واش راح ندير انا دوك الخطوه هذه، راح نخيط هكذا الفيرميتور تاعي هكذا، ومن الاحسن بالرجل تاع اللي خاصه بالسحاب. ومن بعد ما نخيط طبعا
نفس الطريقه اللي درناها اللي دائما معتمده راكم على بالهم على بالكم بها هكذا باش هنا تثبت الناس كاي مع الفيرميتور رايحه ندور كما راكم تشوفوا تحكموا هكذا شوفوا كيفاش ديروا دوروا هكذا ونحكموا نجوزوا كامل ماشي بالماشينه هكذا خياطه كامل هنايا على هذه البلاصه اللي طويناها يعني مطويه للداخل هكذا باش الخدمه تاعنا تجي بيان فيني وتتسقم هكذا شوفوا كيفاش تتسقم اذا راح ندير هذه الخطوه وراح ندير نفس الشيء بالنسبه لهذه الجهه كيف نحكم بليزيبانجل ونخيط ومن بعد طبعا رايحه نفتح وهي مفتوحه رايحين نديروا هذه الخطوه لازم وهي مفتوحه نديروها راح نكمل هذه الخطوات سهله وبسيطه ونرجع لكم نزيدو نشوفوا واش نديروا ان شاء الله. اذا هاي لك هنا شوفوا كيفاش راني خيطت هكذا شوفوا كيفاش درت هنايا يعني خيط فيرميتور ومن بعد عاودت وليت قلبت وخيطت على برا هكذا كما راكم تشوفوا كامل هنا هكذا باش تتسقم لنا الحاله شوفوا كيفاش يعني تجينا مستويه هنا لا فيرميتور تاعنا مع القماش. اذا عندي هنا هذه الخيوط الزوائد هكذا طبعا نحوهم وريحه دوكا نحن نديرو الخطوه الجايه اللي هي يعني حاجه سهله وبسيطه. هنا قلت لكم كنت ثنيت هذيك القطعه تاع السكاي ودرت فوقها الدونتيل هكذا شوفوا كيفاش خرجت لي راح نديروها هي اليد تاع البورتموني تاعنا. اذا نفتحو ريحه نقلب هكذا ومن بعد الخيوط الزائده كامل رانا نحيوهم هكذا شوفوا هنايا. اذا ريحه ندير هكذا نغلق وريحه اليد تاعنا طبعا راح نديرها الجهه تاع هنا وين تتغلق لنا لا فيرميتور ريحه نديرها هكذا ريحه تكون هاك. اذا ريحه نديرها هنايا فقط عادي هنا قدام الاخر تكون هنا غلط ندخلوها دائما ندخلوها هاي لك هنا ان شاء الله تشوفوا مليح ريحه ندخلها هكذا للداخل هكذا ونخيطها نهبطها نحاول نهبطها شويه هكذا تجيني ولا نزيد نطلعها عادي هنا كيما حبيتو نتوما راكم الاختيار هكذا وريحه نثبتها مليح وريحه نخيط هكذا وريحه نخيط هكذا ونرجعو نشوفو واش ندير. هايلك هنا اذا البوشيت تاعنا تقريبا جاهزه ما بقالهاش بزاف شوفو كيفاش خيطت ونحيت كامل الخيوط هذوك الزياده شوفو كيفاش خرج يعني هكذا راهي دبان مليحه ندخلوها هكذا تحبوا يعني هنا نديروا لها واحد اللمسه هذيك تاع باش تجينا شويه هكذا يعني هكذا كما راكم تشوفون نديروا هكذا ونديروا هكذا مثلثات صغار هنايا ندير فقط 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر. والخطوه الاخيره اللي ماري فات ما قلتها لكمش وما وريتها لكمش هنايا تاع باش يعني هنا الفيرميتور تدخل لنا للداخل ريحه بعد ما ندير هذو الخطوتين ريحه نجي فقط هنا كما راكم تشوفوا هنايا هنا ندير هكذا ما نطوي ما نديرش كيما هكذا نواسي هنا شوفوا كيما راهي ندير هنا هكذا مثلث هكذا صغير واحد هنايا هكذا شويه برك ماشي بزاف هكذا باش من بعد كي نقلب لا فيرميتور تاعي هنا تجيني مليحه وتدخل لي للداخل. اذا نكمل هذو الزوج خطوات ونشوفوا البوشيت تاعنا تاع الهاتف واجده وجاهزه في المظهر النهائي تاعها ان شاء الله. تاعنا كما راكم تشوفوا جاهزه في المظهر النهائي تاعها خرجت شابه بزاف درنا كامل الخطوات اللي شفناهم تاع 5 خرجت شابه بزاف. شوفوا الخطوه الاخيره تاع اللي درنا هذيك الواحد سنتيمتر منا شوفوا كيفاش مدت لنا الشكل هكذا للبوشيت تاعنا. تقدروا تقولوا عليها ايضا بورتموني يعتبر ايضا بورتموني تحبوا ديروا بورتموني تحبوا ديروه بوشيت لكم الاختيار. والخطوه هذيك ايضا اللي كنت قلت لكم عليها درنا مثلث هنا صغير للداخل هاي لك هنايا وقصت هنا الزوائد شوفوا كيفاش ومن بعد تدخل لنا الفيرميتور شوفوا كيفاش يجي الشكل شباب ما يجيش مزعوق شوفوا منا ومنا شوفوا كيفاش هكذا شوفوا كيفاش تجينا شابه بزاف وايضا جات يعني هايله تتماشى مع البورتموني اللي كنا خيطناه ايضا نفس هكذا شوفوا مع بعضهم خرجوا شابين بزاف. هاوليك البورتموني اللي كنا خيطناه بنفس الطريقه بدلنا فقط الشكل الشكل فقط سينو الطريقه واللون ويعني مستلزمات كامل نفسهم فيرميتور دونتيل وسكاي نفس اللون
هاوليك البورتموني تاعي هنايا، هذيك البوشيت تاعي شوفوا شحال خرجت شابه، لكم الاختيار في اختيار الوان يعني نتوما واش حبيتوا. اذا هاوليك هنا الهاتف تاعي هذا نجرب فقط بهذا المعطل، نديرو مثلا بالهنا لي زيكوتور تاعو ولا السماعات تاعو. شوفوا كيفاش انا كنت قست تاعي الكبير لقيته باللي جاء خرج قيس يعني ماشي مزير بزاف يعني لاباس يتحرك هكذا. شوفوا كيفاش، شوفوا هكذا في امان لما نخرجوا لما ولا حتى في البيت هكذا في البوشيت تاعو في امان هكذا. شوفوا كيفاش خرج يعني هايله، هاد لا بوشيت خرجت شابه بزاف عجبتني صراحه، الوان شابه هكذا مع اون فونسي مع هنا الدونتيل على الطريقه التركيه بخطوات جد سهله وبسيطه، تقدروا تعتمدوه كمشروع جد ومربح. اذا بالنسبه لسعر البيع راح يكون نفس سعر البيع مع هذا البورتموني، اذا راح يكون يتراوح بين كاقصى حد 800 دينار جزائري يعني مام درنا فيه دونتيل والاخر مي فيها قطعه صغيره فقط تاع سكاي يعني له بلنا نبيعوه 30000 مي هكذا يعني كي تكون سومه يعني ريزونابل راح يكون 25000 ولا تسهلنا بزاف راح يكون 20000 اذا كانت هذه مشاركه اليوم اللي تخص خياطه تفصيل وخياطه بوشيت للهاتف المحمول تاعنا طريقة جد سهله وبسيطه. هاي ليك هنا شوفوا كيفاش من داخل شابه بزاف هكذا، خدموا في البيت ماشي شرط بسكاي، خدموها بالجين باي قماش لكم الاختيار، انا مديت لكم فقط الفكره وتصلح تكون مشروع جد ومربح. نتمنى الفكره تاع اليوم اللي كانت هاد الخياطه تاع البوشيت نتمنى تعجبكم وتنال يداكم شرط تستفادوا منها ولو بالقليل، وما تنساوش اعجاب ومشاركه وتعليق، ولا تشوف فيا ومازال ما اشتركتش معايا نقول لك حبيبتي اشتركي معايا وفعلي الجرس حتى يصلك كل فيديو جديد ان شاء الله، واكيد باذن الله تعالى راح تستفادي من افكاري رغم بساطتها. في الاخير نقول لكم دمتم سالمات والى اللقاء، مع السلامه.